يقول عن الصلاة، هل يجوز إقامة الصلاة، الدخول في الصلاة أثناء الأذان؟ هي الصلاة مرتبطة بدخول الوقت لا بالأذان. افترضنا أن ما فيش مؤذن غاب أصلا، عندما يدخل الوقت تجوز الصلاة. كونك بدأت في الصلاة من أول الأذان ولا بعد انتهائه فهذا لا يضر ما دام الوقت قد دخل، لكن من السنة أنك إذا بدأ الأذان وأنت تسمعه فعليك أن تشتغل بحكاية الأذان لتحصل على هذا الأجر ثم تبدأ في الصلاة. أما لو صليت من أول ما بدأ المؤذن فالصلاة صحيحة ولا شيء عليك.